أشيل قصيدة. دقيقة أشوف لك يا شيخ، جعل الكلمة العقلية تنشب أذنك. القصيدة اللي يقول يا وليد هذه وينهم؟ العيون انركزت، نوض على سراقة، عطنا العيون انركزت. والله إني دارها هي. علي يقول يا أبوه عوض العيون العيال، يقول العيون انركزت في وضعنا سراقة، حاول إن الناس عنا يلغلا ما تدري ما تدري، كان شفت الوضع مزري والعرب دراقة، أغمز بعينك العيني كان تبغى تسري، واخذني عن عالم ما ترحم العشاقة، وحطني في عين كلي مثل عينه العفري، كل ليلة سامر نجوم السما البراقة، واجمع أصابع يميني منك واضرب صدري، وادفع بكفي دجاليل يجر شراقة، لين أكفكف دمع عينه من غيابك يجري، وابكنا من غيبتك ما باقي بطاقة، ما بقى من مغريات الوقت شي يغري، جيت يمك تابع قلبي ماني مستاقة، وشايل صدرا على حبة جبينك مفري، تطري مع الليل ومع البرد ومع الناقة، حتى لا قربت حجادة صلاتي تطري. يا سلام يا سلام يا الله، صح صح الله يصح عبدك وليد. أنا شفت قبل يوم قلناك انشد أو مسحوب طلع عندك نبرة صوتية حلوة.